إذن للمزيد أيضا هاتفيا ينضم إلينا الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة. أهلا بك معنا يا دكتور أحمد إلى هذه التغطية. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك أستاذ المشاهدين. يعني نتحدث يعني عن نصرة للفلاح يا دكتور أحمد في قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. مصر في الأساس بلد زراعي، ولعل من الجميل أن يكون هناك قرارات يقول الخبراء في مثلك أساتذة في الزراعة أن مصر تعيد أو تشكل العلاقة بينها وبين الفلاح مرة أخرى في قرارات متميزة كهذه. يعني فند لنا هذا القرار واشرحه لنا بالتفصيل مرة أخرى. يعني حضرتك زي ما تفضلتي في التقرير وزي ما تفضل الزميل الكريم، القرارات دي كلها بترفع من على كاهل أهالينا المزارعين جزء كبير جدا فيما يتعلق بالتمويل في حياته الزراعية بشكل عام. احنا عندنا بعض الفلاحين زي ما حضرتك تفضلتي بيحصل له زي تعثر، وكون ان الدولة ترعاه وتبقى وضع الفلاح نصب أعينها عشان ترفع من على كاهله مثل هذه الديون، فهذا يعني أنها شريك معه في حياته. وإحنا في الواقع إحنا شفنا بدأ الموضوع ده من حياة كريمة، يعني حياة كريمة الغرض منها هي تسهيل كل أمور ما يخص أهالينا في الريف وما يخص أهالينا المزارعين. وفي الحقيقة سيادة الرئيس، يعني الحاجة الجميلة في الموضوع إن بينظر لأهالينا المزارعين بقضية كبيرة جدا اللي هي قضية الاستدامة. يعني أنا ما بعملوش خدمة النهاردة وبس، أنا بعمل له حاجة تستديم معاه وتستديم لأولاده كمان وأجياله. الموضوع الكبير اللي سيادة الرئيس تطرق إليه إن إحنا الخامة اللي هي الأرض اللي شغال فيها الفلاح المزارع، احنا بنتكلم على إضافة رقعة زراعية جديدة لأراضي مستصلحة في مصر يصل قوامها لأربعة مليون فدان. صحيح. ليه؟ لأن احنا عندنا كان مشكلة كبيرة جدا من زمان، احنا عندنا الأراضي الزراعية كانت منحصرة في وادي الدلتا بتاعت وادي النيل، والأراضي ما كانش فيها زيادة في الأراضي المستصلحة. لما نتكلم على 9.4 مليون فدان بيعيش عليهم 110 مليون مواطن. لما نيجي نشوف الفرصة بتاعت العمل للأجيال الجاية أو الحالية كان ممكن تبقى ضيقة. النهاردة لما ضيف 4 مليون فدان، والكلام ده من أرض الواقع، يعني مصر بالفعل بدأت من 4 سنوات خطة لإضافة هذه 4 مليون فدان اللي تمثل أكتر من ثلث الرقعة الزراعية القديمة. إحنا شفنا مشروع الأول بدأ مشروع قومي زمان من حوالي 5 سنوات اللي هو 100 ألف فدان زراعة محمية سوب، والفدان زراعة محمية يشكل إنتاجية لخمس فدادين في الحقل المفتوح، يعني أدي أكني إنتاجية 500,000 فدان. وبأحدث العمليات الزراعية شفنا بعد كده مشروع 1.5 مليون فدان اللي هو واخد الظهير الصحراوي للمحافظات اللي ليها ظهير صحراوي، زي ما شفنا في الفرافرة وزي ما شفنا في وادي النقرة وزي ما شفنا في كومومبو. كل المحافظات اللي عندها ظهير صحراوي وأراضي كانت غير مستصلحة بتستصلح الآن في مشروع كبير جدا اسمه الريف المصري الجديد. شفنا بعد كده مشروع الدلتا الجديدة. مشروع الدلتا الجديدة حضرتك قوامه هيبلغ 2.2 مليون فدان، اللي هو النواة بتاعته مشروع مستقبل مصر اللي هو منزرع فيه الآن 460,000 فدان. مشروع مستقبل مصر ده هيصل مداه إلى 1.1 مليون فدان اللي هو واخد عند طريق الضبعة كده. وشفنا في نفس الوقت إعادة صحرات سرابيوم، وشفنا ما يحدث من إعادة تحلية المياه أو إعادة معالجة المياه بتاعت بحر البقر اللي هي معالجة الصرف الزراعي وإعادة استخدام هذه المياه مرة أخرى في الري بعد أن أصبحت صالحة للري. وشفنا في نفس الوقت إيه اللي بيحصل لإعادة مشروعات كانت زراعية قديمة. شفنا ما تم من إحياء لمشروع توشكا. مشروع توشكا ده هيبلغ قوامه حوالي 100,000 فدان، منزرع فيه دلوقتي ما يقرب من 100,000 أو 110,000 فدان. كل هذه المساحات اللي تحدثت عليها إلى جانب مساحات أخرى زي غرب المنيا، زي ما شفنا في توشكا في شرق العوينات،
كل هذه المشروعات اللي بدأنا فيها وإن شاء الله قريبا يعني خلال 3 سنوات نكون انتهينا من هذه الحاجات كلها، هتشكل لي خروج من عسرة كنا احنا ممكن نقع فيها. لأن احنا شفنا حضرتك لو نرجع لورا كده شفنا أزمة كورونا، لما حصل أزمة كورونا تقطعت سلاسل الإمداد. لما تقطعت سلاسل الإمداد لولا مثل هذه المشروعات ولولا أن الدولة كانت يدا بيد مع المزاهلين المزارعين ما كانش مصر يبقى عندها سلع غذائية، وكان يبقى في مشكلة كبيرة لما تقطعت سلاسل الإمداد. شفنا لما حصل جموح لأسعار الطاقة، دكتور رئيس اتكلم عن الطاقة وتكلم عن البترول غلي وتكلم عن الغاز، الغاز النهاردة ارتفع أسعاره 350%. طيب لولا أن مصر كانت سباقة وعندها خطة لإنشاء مجمعات من الأسمدة، مجمعات من مصانع الأسمدة، شفنا مجمع الأدبية في السويس لتصنيع الأسمدة الأزوتية، شفنا بعد كده مجمع الأسمدة اللي حضرتك سيادة الرئيس راح كيما في أسوان وأعاد تطوير مصانع كيما وبقت تنتج أسيوريا وتنتج قطرات النشادر وأمونيا، شفنا بعد كده اللي حصل في قوم قشيم في الفيوم من مجمع الأسمدة المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. ليه بتكلم على الكلام ده؟ لأن السماد ده هو الغذاء بتاع الزرع، فوجود السماد وإن الدولة تحط موازنة مائية جديدة للري، شفنا ازاي المشروعات اللي خاصة بتاع تحديث الري، لو احنا ما كانش عندنا هذه المشروعات الخاصة بتحديث الري ووضع خطة للمياه الارتوازية وخطة للأبار وتبطين الترع عشان نقلل الفاقد ونتحول للري الحديث، ما كانش يبقى عندي فرصة ان انا اتوسع في الاراضي اللي انا بتكلم عنها دي. طب كل ده في الاخر هيعمل لي ايه للمزارع؟ لا ده انا بتكلم على نهضة تنموية متكاملة، لان هذه الخطط ليست زراعية فقط بل جنبها صناعة بتعتمد على الزراعة، احط قيمة مضافة، اصدر، ازرع سلع استراتيجية، اخلق فرص عمالة. احنا سيادة الرئيس كان بيتكلم على ان كل فدان ممكن ياخد نص فرصة، لكن النهاردة انا بتكلم على هي دي الفرصة بتاعت العمالة المباشرة دي هتفوق الاتنين مليون فرد، والغير مباشرة بقى الناس اللي هم شغالين في المستلزمات المدخلات الزراعية سواء كان سماد سواء كان تقاوي سواء كان نقل سواء كان تجهيز، يعني هخلق فرص عمالة عالية جدا، يعني هعمل نهضة تنموية داخل هذا المجتمع. نعم يعني نتحدث عن فرص عمل يا دكتور أحمد وفي نعم. نفس التوقيت زيادة إنتاجية تخفيف من فاتورة الاستيراد في نفس التوقيت. أيوة. كلام حضرتك مظبوط، لأن زي ما سيادة الرئيس أشار إحنا عندنا فرص، يعني عندنا فرصة الحمد لله دلوقتي إن إحنا نقلل الفجوة الاستيرادية لهذه المحاصيل الاستراتيجية، لأن إحنا بنستورد كمية قمح كانت كتيرة يبلغ قوامها حوالي 10 مليون طن، بنستورد فول صويا 4.5 مليون طن، بنستورد ذرة صفر عشان علف بتقترب من 12 مليون طن، وبنستورد برضو زيت لأن الفجوة الاستهلاكية عندي عالية في الزيت، وبالتالي هذه المشروعات الموجهة لزراعة محاصيل استراتيجية هتخفف من على وطأة الدولة اللي هو التمويل الدولاري اللي احنا شايفينه، وفي نفس الوقت هتعمل لي نوع من الاكتفاء الذاتي، والقيادة السياسية بتنظر لموضوع السلع الاستراتيجية والاكتفاء الذاتي على أساس أن قوتك غذائك وهو أمن قومي، وبالتالي الدولة حتى نصب عينها مثل هذه المشروعات التوسعية لإصلاح الأراضي كقضية أمن قومي وقضية استدامة وطن، عشان مش الفترة الحالية، لا ده كمان الأجيال القادمة بإذن الله تبقى لخطة الدولة للتنمية المستدامة اللي هي 2030. إذن كما ذكرنا يعني حضرتك حصرت أهم القرارات اللي بتمثل يعني في رأيي انتصار للفلاح المصري ووعي من الدولة المصرية بأهمية الفلاح المصري بكل تأكيد، واللي بعضهم بيعانوا بالتأكيد من يعني تعثر في سداد القروض الخاصة بالبنك الزراعي، وربما تطرقت سيادتك لنقطة كهذه، يعني زيادة فرص العمل الحدة بشكل أو بآخر من تخفيف فاتورة الاستيراد، وفي نفس التوقيت برنامج الريف المصري اللي بيزيد الرقعة الزراعية بكل تأكيد،
إلى أي مدى كل ما ذكرت وما أشرحه الآن يا دكتور يعني يفعل أو يزيد من أطر تمويلية وبالتالي أطر تشاركية في التنمية الزراعية بشكل أو بآخر؟ إحنا كل اللي اتكلمنا عليه ده هو في الآخر بيصب مصلحة أهالينا المزارعين، لأن اللي حضرتك اتكلمت عليه أنا المزارع محتاج إيه؟ المزارع محتاج أرض، محتاج تمويل بصورة ميسرة، محتاج حد يساعده في التسويق، محتاج حد يساعده في إن هو يمده بالمستلزمات. لولا هذه المشروعات ما كانش يبقى عنده فرص مستقبلية. فالنهارده سيادة الرئيس لما اتكلم على زيادة الرقعة الزراعية واتكلم على رفع الغرامات على الناس اللي هم المتعسرين، هو بيرفع عن كاهله ما يحدث من مشاكل تمويلية الآن، لأن القيادة السياسية بتراعي كل المراعاة ما يحدث من تضخم عالمي أو داخلي وما بيخليش الفلاح عرضة لهذه التغيرات. وسبقها قبل كده حياة كريمة اللي هي خاصة بكل الخدمات اللي بتقدم ليه في الريف، وبعد كده الأرض بقى اللي هي خاصة بالآن والأجيال القادمة. فإحنا بنقول إن يعني الخطة إسعاد المزارع المصري هو التنمية المستدامة، لأن طول ما في تنمية مستدامة طول ما هيبقى في فرص عمل جيدة ليه وللأجيال الجاية من وراء هذه المهنة العظيمة اللي هي بتمد كل الشعب بالأمن الغذائي. جزء كبير يا دكتور أحمد أني أحافظ على هذه المهنة زي ما ذكرت اللي بتمد الشعب يعني بشيء مهم. أن أنا بشجع صغار المزارعين، وده حدث من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط أمس ولكن يعني منذ توقيت كبير. كيف ترى التشجيع على هذه المهنة شديدة الأهمية وتحفيز صغار المزارعين بمبادرات كثيرة؟ يعني زي ما حضرتك تفضلتي اللي بيحصل من مبادرات في الفترة اللي احنا شفناها الأخيرة دي، هو هذه المبادرات لم تقتصر على التمويل وبس. احنا شفنا ازاي الدولة، يعني سيادة الرئيس أطلق قانون مهم جدا اسمه قانون الزراعة التعاقدية، قانون رقم 14 لسنة 2015، وسيادة الرئيس رعى في هذا القانون ان حاجة مهمة جدا كانت بتحدث للفلاح قبل كده، لأن الفلاح كان بينتج المحصول بتاعه عشان بعد كده يسوقه، كان بيخص وسطاء ما بين المزارع وما بين الناس اللي هم الهيئات أو المصانع اللي هي بتشتري منه المحصول بتاعه. فقانون الزراعة التعاقدية ده بيلغي بقى الوسطاء اللي هم ما بين المزارعين وما بين الهيئات المشترية أو المصانع، وده كان نقطة كبيرة جداً إن هي تخلي هوامش الربح اللي كانت بتطير من الفلاحين إن الفلاح ياخد ربحه كامل. الحاجة التانية الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها. زمان كان الفلاح بيزرع مش عارف هيبيع بكام وهل هو هيخسر ولا هيكسب. فالنهارده الدولة أصبحت تراعي إنها تعلن عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها، بنسميها الأسعار الاسترشادية المرضية أو أسعار الضمان. فالفلاح بيبقى عارف هيكسب قد ايه. بدأت الدولة تخش على الفلاح بقروض تمويلية بسيطة، هذه القروض فوائدها بسيطة جدا وبتسدد على أجل ميسر. بدأت بعد كده الدولة تعمل حلقات للتسويق عشان تسهل تسويق المحاصيل ليه، زي ما شفنا ليه حلقات تسويق القطن. دخلنا بعد كده الفلاح بيبقى بيزرع وممكن يكون عنده مشروع انتاج حيواني، يعني بيربي القطعتين او ثلاث قطع من المواشي بيربيهم، قد يكون عنده ابقار، قد يكون عنده جاموس. فبدات عمل له مشروع قومي كبير جدا اسمه مشروع القومي البتيلو، اللي هو منع ذبح الصغار او الاناث بتاعه المواشي، وبيبدا حضرتك يصرفوا له قرض في البنك عشان يدور نفسه بيه. تم وقف ضريبه الاطيان الزراعيه عشان ما تشكلش كاهل عليه. الحياة كريمة اللي احنا اتكلمنا عليها، التأمين الصحي للفلاحين، بيدرس حاليا حاجة اسمها صندوق خاص بالتأمينات ضد التغيرات الطبيعية،
يعني عشان لو حصل اي كوارث او اي امطار او اي عواصف وحصل حاجه للمحصول بتاعه بياخد عليه زي تعويض تاميني زي ما بتعمل كده في صندوق التامين على الماشيه. المبادرات اللي خاصه بتاجيل الاقساط المستحقه واعفاء المتعسرين دي كلها بتعمل نوع برضو من الانتعاشه وتشيل من على كهله اعباء التمويل. كل الكلام دوت الأسمدة الأزوتية، الدولة دلوقتي بتدي بتمول أهالينا المزارعين بأسمدة أزوتية مدعمة. لو لأن إحنا لو سيبنا الدنيا كده والسماد يتباع بشكل حر لكل الفلاحين كانوا هيتأثروا بالتضخم العالمي وارتفاع أسعار الغاز. لكن إحنا بنتكلم على أسعار غاز وصلت ل 350%. عشان كده الرئيس اهتم بمصانع الأسمدة وبدأ يدي وفي حصص بياخدها أهالينا المزارعين من الأسمدة المدعمة. لما بنيجي نشوف خطة الدولة في إنتاج التقاوي أصبحت الآن وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئات البحثية بتنتج تقاوي مدعمة بتوزعها على أهالينا الفلاحين. ده مش كده وبس، التقاوي اللي بتنتجها وزارة الزراعة دي تقاوي مدعمة. يعني إيه تقاوي مدعمة؟ هذه التقاوي المدعمة الأساسية اللي معمولها اختبارات ومعمولها حاجة اسمها تقاوي الأساس. التقاوي دي بتدي إنتاجية عالية جداً، تقاوي محسنه تستحمل الظروف الجويه المغايره، بتدي لي انتاجيه اعلى، وبالتالي الفلاح بدل ما كان بيجيب من القمح مثلا 15 ارداب او 14 ارداب هيجيب النهارده ما يقرب من 18 ارداب او 20 ارداب. يبقى انا كده بعلي الوحده الانتاجيه بتاعه المزارع من خلال هذه التقاوي المحسنه. فبعد كده برضو التطوير الارشاد وحاجه اسمها الانذار المبكر. يعني ايه تطوير الارشاد والانذار المبكر؟ الارشاد الزراعي من خلال الجمعيات الزراعيه، من خلال منتديات الزراعه، بنبدا نقول له ان ده خلي بالك ده هيبقى في عاصفه جايه، ده هيبقى في جفاف، هيبقى في مطر، وبالتالي يبدا نرشده بالمعاملات الزراعيه الحديثه. عملنا حاجه مهمه جدا اللي هي اطلاق كارت الفلاح او ما يطلق عليه الحيازه الالكترونيه. ودي الحيازه الالكترونيه دي عملت لي نوع من الضبط لان نضمن ان المنتج الاساليب الدعم اللي هي بتصرف لاهالينا المزارعين في صورة اسمده انها تصل اليه ما تصلش لحد اخر. القوافل اللي بنعملها اللي بتتعمل من خلال وزاره الزراعه، احنا عندنا قوافل حاجه اسمها القوافل البيطريه المجانيه. هذه القوافل بتمر في القرى بتعمل عمليات تكشف على الماشيه، وفي نفس الوقت بتشوف لو عاوزه يعني بعض القوافل دي بتقوم بحاجه عامله نقط اسمها نقط التلقيح الصناعي عشان نحسن من السلالات الماشيه اللي عند اهالينا المزارعين. الفتره اللي فاتت تم انشاء ما يقرب من 1600 نقطه تلقيح صناعي بالوحدات البيطريه بالمحافظات المختلفه بتوجيه من القياده السياسيه عشان نحسن من سلاله الانتاج الحيواني برضو عند اهالينا المزارعين عشان نرفع من الملاءة المالية بتاعته، سواء انها تدي ألبان عالي او تدي تحول لإنتاج اللحم العالي. القروض الميسرة برضو اللي خاصة بالثروة الحيوانية، ازاي يعرف يربي، ازاي يعرف يجيب علف، والإحياء بتاع مشروع البتيلو، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي اتعمل جنبيها كمان في مع حياة كريمة حاجة اسمها تطوير مراكز لتجميع الألبان، لأن ممكن مزارع كان يجمع اللبن يسوقه بشكل رقيق غير منظم، فتعمل مراكز لتجميع الألبان، عمل ما يقترب من 850 مركز لتجميع الألبان، وتم تطوير إحدى مراكز برضه لتجميع الألبان عشان أعلي اللبن دوت وأعلي القيمة المضافة وأحوله إلى زبدة وأحوله إلى سمن وأحوله إلى جبن وابدا اساعده في التسويق عشان اعلي الملاءه الماليه بتاعته. كل الكلام دوت مع قصه التمويل الهامه اللي تطرق اليها الرئيس، المشروعات التنمويه اللي بتتعمل لصغار مربي. هنيجي لحاجه مهمه جدا حضرتك ذكرتيها اللي هي المشاركه. يعني ايه المشاركه؟ كابتن الرئيس بيسمن مشاركه الجميع من اجل استدامه هذا الوطن. عشان كده لو نقدر نشوف في الاونه الاخيره التحالف الوطني الاهلي للعمل التنموي، ودي اتلمت فيه تحت المظله بتاعته كل الجمعيات اللي كانت شغاله دي، النهارده هذا التحالف بيعمل مبادرات لمساعده اهالينا المزارعين اللي هي مبادره ازرع. صحيح. شفنا مبادره ازرع السنه اللي فاتت في القمح،
كانت 150 ألف فدان، وبادرة ازرع هذا العام بتستهدف 1 مليون فدان أب. وبالتالي العمل التشاركي دوت والخروج من نمطية الإرشاد، يعني إيه الخروج من نمطية الإرشاد الزراعي؟ الإرشاد الزراعي لم يعد يصبح وظيفة. الإرشاد الزراعي النهاردة بيتكاتف فيه المجتمع عشان نرفع من قضية مهمة جدا اللي هي التحديث. وعشان يبقى عندي تحديث للمعاملات الزراعية لازم يبقى عندي وعي عالي، وعشان أوصل هذا الوعي العالي لأهلينا المزارعين وفي الريف يبقى لازم أرفع القدرة التوعوية بتاعته من خلال المدارس التكنولوجية الحقلية اللي ساهمت فيها الدولة. المدارس التكنولوجية الحقلية مع المجتمع المدني التشاركي ده، زي ما شفنا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشركات اللي هي يعني جيد يا دكتور أحمد، دون قطع كلامك، جيد أنك أشرت لفكرة الإرشاد الزراعي وهذا دور مهم وربما لم يكن شائع، فجيد الإشارة له وبأهميته في نفس التوقيت. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور أحمد على وجودك معنا وتفنيد كل هذه الأمور الخاصة بتخصصك في الأساس. كان معنا الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.